موضوع توجيه ضربة إلى الفصائل هذا مرتبط بمدى التزامها بقواعد الاشتباك اللي موجودة في شرق الفرات. هنالك قواعد اشتباك وضعتها الإدارة الأمريكية وحول القواعد الأمريكية اللي موجودة شرق الفرات، وأيضا قاعدة التنف اللي تابعة للتحالف الدولي في جنوب سوريا. اللي يحصل الآن هذه التجمعات اللي فسرها كثير على أنه هي من أجل يعني السيطرة على الطريق الفاصل ما بين إيران وسوريا، وقطع الطريق على الحدود العراقية من خلال قطع الحدود العراقية والشريط الحدود. الموضوع أكبر من سوريا وأكبر من العراق، هنالك رقعة جغرافية تسيطر عليها الآن دولتين عظمتين، أمريكا وروسيا. هذه القطعة اللي هي شرق الفرات وغرب الفرات، هنالك تحركات كبيرة، هنالك يعني زيادة في التنبؤات اللي تقول بأنه بإمكان الحرب الأوكرانية أن تتطور إلى حرب عالمية. بالتالي التوازن القوة اللي موجود في سوريا يجب أن يكون متزن دائما، ميزان القوة يجب أن يكون متزن دائما. في الفترة الأخيرة خلال الشهرين الأخيرة عملت إيران على نقل كمية كبيرة من الأسلحة والميليشيات عن طريق العراق إلى سوريا، وخصوصا من منطقة البوكمان. تعرضت هذه لأكثر من مرة إلى قصف للطيران الإسرائيلي، نعم بعضها تم تدميرها وبعضها لم ينجح حتى الآن. حتى أول أمس هنالك كانت غارة على مخازن أسلحة اللي تابعة لميليشيا طهران ما بعد زيارة قاآني إلى تلك المنطقة. صارت أكو فد نوع من الزيادة أو قوات أكثر من اللازم موجودة شرق الفرات تابعة لإيران، وبالتالي هذه القوات أساسا هي موالية لروسيا. التحركات الآن اللي موجودة على الحدود البولندية والاستعدادات والتحشيد دول الناتو في بولندا يؤكد بأن الحرب الأوكرانية لن تستمر في أوكرانيا وحدها، بل ممكن أن تتطور إلى ما هو أبعد من أوكرانيا. نعم. لذلك خط المواجهة يجب أن يكون متكافئ. هذه الميليشيات الآن بزيادة عددها شرق الفرات أصبح هنالك كفة تميل لصالح كفة أخرى، وبالتالي يجب ردع هذه الميليشيات والتقليل من وجودها وتقليل مخاطرها. يعني هذه الميليشيات الآن يعني هو لإشغال روسيا عن أوكرانيا هذا التحرك؟ لا لا، وإنما وضع قوات موازية للقوات اللي موجودة. أمريكا نعم. لم تنقل عدد كبير من قواتها، كل اللي نقلتها هي 5000 جنود. هذا العدد يجب أن يوازي ما موجود من ميليشيات، وأيضا تضمن التفوق العسكري والتسليحي على هذه الميليشيات من خلال القوى التكنولوجيه اللي يمتلكوها والسلاح المتطور. لكن ان تشكل هذه الميليشيات خطر على القواعد الامريكيه شرق الفرات، نعم هي ممكن ان تشكل خطر، وهذا ما يقلق الاداره الامريكيه. وبالتالي فان تصفيه هذه الميليشيات او تقليل وجودها بوجود الطريق المفتوح شيء غير ممكن. فيجب على الاداره الامريكيه قطع طريق التمويل هذا لايقاف مد ايران لميليشياتها بالسلاح والعتاد والأشخاص، وفي نفس الوقت محاولة التقليل من وجود هذه القوات من خلال قصفها أو التفاوض حولها من أجل انسحابها. الموضوع غير متعلق فقط بالميليشيات العراقية، لكن الإدارة الأمريكية تخشى من التدخل ميليشيا الحشد الشعبي بهذا الصراع، بحيث باعتبار أنها أصبحت الآن تمتلك حتى طائرات مسيرة وتمتلك صواريخ متوسطة المدى بإمكانها أن تقصف القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا. لذلك ألزمت الحكومة العراقية بأن يكون المبادرة الوحيد اللي موجود في هذه المنطقة هي قوات الجيش حصرا، وأن يكون هنالك تنسيق ما بين التحالف الدولي يعني. لكن الحشد الشعبي يعتبر مؤسسة ضمن الجيش العراقي الآن بالنسبة للعراقيين، نعم، لكن بالنسبة لأمريكا لا. نعم، ما زالت أمريكا تعتبر جزء من فصائل الحشد الشعبي وجزء من قادتها، هم مطلوبين على موضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية. بالنسبة للعراق ممكن أن الجيش العراقي يعتبر الحشد جزء من القوات الأمنية، لكن الأمريكان لا يعتبرون هذا الأمر، لأنه لحد الآن لا يوجد حصر رسمي للفصائل اللي موجودة أو منضمة إلى الحشد الشعبي. بعض الفصائل بالليل هم مقاومة وبالنهار هم حشد. هذا ما يعني تعرف الإدارة الأمريكية وتعرف بأنه هذا الموضوع يجب أن يكون معرف. نعم. الفصائل اللي موجودة يجب أن تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وليس ما يملي عليها الولي الفقيه.